أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن اليمن، ووفد الميليشيا يعلق مشاركته في لجنة التهدئة بالمشاورات. انفجار في مدينة نشمة بتعز، والجيش والمقاومة السودان هجوما للميليشيا في شارع الأربعين. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في قصف جوي بمحافظة لحج. أهلا بكم. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء حول مشاورات الأطراف اليمنية في الكويت بعد أكثر من شهر على انطلاقها. وقال ولد الشيخ في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في الفيسبوك إن مشاورة السلام مستمرة، وسوف أقدم إحاطة لمجلس الأمن مساء اليوم من الكويت. وعلى صعيد متصل قال ولد الشيخ: نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات للمرحلة المقبلة. وأضاف في بيان له: أننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة وتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل. وأشار المبعوث إلى أنه عقد جلسات مع الوفد الحكومي تم خلالها تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني، مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته قال الوفد الحكومي في المشاورات إن لجنة المعتقلين والمختطفين والأسرى عادت للعمل، وإن الوفد يدعم بقوة عمل اللجنة للتوصل إلى الإفراج عن الجميع مع قدوم شهر رمضان برعاية الصليب الأحمر. وأكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن مشاورات غير مباشرة تجري مع الطرف الآخر تديرها الأمم المتحدة، مؤكدا أن هنالك فرصة أخيرة للسلام إذا جرى الالتزام بنتائج المشاورات البناءة مع الأمم المتحدة. إلى ذلك، علق وفد ميليشيا الحوثي وصالح أعماله في لجنة التهدئة العسكرية المنبثقة عن مشاورة السلام اليمنية في الكويت، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير للميليشيا في عدد من الجبهات. وقال ممثل الميليشيا أن انسحابهم من لجنة التهدئة العسكرية احتجاجا على ما وصفوها باستمرار الأعمال القتالية. ما أن يعود طرف حتى ينسحب الآخر، هكذا تبدو الأمور بين طرفي مشاورات السلام في الكويت. فمؤخرا أعلن ممثلو جماعة الحوثي وصالح انسحابهم من لجنة التهدئة العسكرية احتجاجا على ما وصفوها استمرار الأعمال القتالية. على طرفي نقيض يقف ممثلو الوفدان ويتقاذفان كرة المسؤولية بحثا عن أسباب للتوقف عن المشاورات المتوقفة أصلا. الرهان على الميدان والخيار العسكري هو الأقرب للاستدعاء دوما، مع استمرار التشكيك في مرور الحل عبر نافذة المشاورات. تعثرت المشاورات المباشرة بسبب تنوع غرف المفاوضات وتقسيم اللجان، فحين تجتمع لجنة المختطفين والمعتقلين تعلق لجنة التواصل والتهدئة أعمالها، وينطبق الأمر على بقية اللجان. ولد الشيخ أحمد كان قد أعلن في وقت سابق عن اقترابه من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات للمرحلة المقبلة، حسب قوله: حين تصل الأوضاع داخل القاعات المغلقة إلى طريق مسدود يقوم ممثلو الطرفين بالذهاب بعيدا، وهو ما عبر عنه تهديد الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بالقول إنهم سيذهبون لتشكيل حكومة بشكل منفرد مع حلفائهم في صنعاء، وذلك ردا على طلب وفد الحكومة بإخراج المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي من اليمن قبل الحديث عن حلول في المسار السياسي. بعد مرور ما يقارب شهرا ونصف على انطلاق المشاورات، لا يبدو أن عامل الزمن يمثل أي أهمية،
فلدى الطرفين استعداد للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، وهو الاستعداد ذاته للأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية. ميدانيا، هز انفجار مدينة النشمة غربي محافظة تعز مخلفا إصابات في صفوف المدنيين. وقال شهود عيان إن انفجارا وقع قرب مستشفى النشمة الريفي مخلفا إصابات في عدد من المواطنين، ورجحت مصادر محلية أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة، في حين قال آخرون أنه ناتج عن صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا. على صعيد متصل، تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على مواقعهم في شارع الأربعين بتعز. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا قصفت منطقة كلابة وهجمت مواقع الجيش والمقاومة، وقد تصدت المقاومة للهجوم وسيطرت على تبتي البحر والآنسي وعدد من المواقع على امتداد شارع الأربعين. وأضافت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا من الميليشيا، بينهم قيادي ميداني، فيما أصيب 4 من أفراد الجيش والمقاومة. وفي تعز أيضا، ساهمت المبادرات المحلية للمتطوعين في التخفيف من معاناة المواطنين في المدينة في ظل الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع. رغم الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب في تعز، تنامت المبادرات المحلية للتخفيف من أعباء المجتمع. مؤسسة رسالة لتنمية المرأة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني كانت قد احتفت مؤخرا بتخرج 112 متدربة في مجال الإسعافات الأولية. برنامج آخر للدعم النفسي لجرحى الحرب في تعز نظمته المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية بهدف تدريب وتنمية وتأهيل قدرات جرحى الحرب وتجاوز المفهوم الخاطئ للإعاقة. إلى ذلك، أثمرت جهود مؤسسة رعاية التنموية إلى كفالة 584 أسرة شهيد و78 يتيما، فيما نفذ مجلس الشباب العالمي مشروع دعم مركز الأمل لعلاج الأورام والسرطان بمحافظة تعز بدعم من مؤسسة راف. سلال إغاثية للفقراء والمتضررين قام بتوزيعها صندوق بني سميع في مديرية المواسط للتخفيف من آثار الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع. جهود قد تبدو بسيطة في نظر البعض، لكن آثارها تبقى كبيرة، خصوصا لأولئك الذين حرمتهم الحرب من أبسط مقومات الحياة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز القيادي في المقاومة شوقي المخلافي. مرحبا بك سيد شوقي، وبداية اطلعنا على تفاصيل ما دار في شارع الأربعين. الأنباء تتحدث عن صد المقاومة لهجوم للميليشيا على المنطقة وسيطرتها على عدد من المواقع. حياكم الله وشكرا جزيلا لقناة بلقيس الذي تتابع الأحداث أولا بأول. ما حصل اليوم هو كنا في طريقنا إلى لحل خلاف بين اثنين من أفراد المقاومة تشاجروا، نعم. وإذا الحوث عفاشية العصابة هذه تقوم بالتسلل في خط الأربعين، نعم. وتفاجؤوا بأننا متواجدين أمامهم في خط الأربعين تماما، فتم القتل منهم 3 أفراد وهناك عدد من الجرحى، وأيضا استطاع الشباب أن يجتازوا خط الأربعين بالوصول إلى تبة البحر وأيضا التبة المقابلة لها، التبة الشمالية لتبة البحر، نعم. التي يقع فيها قناصة الحوثي. نعم، ما إذا تحدثنا عن الإمكانيات لدى أفراد الجيش الوطني والمقاومة، هل الإمكانيات لديكم تسمح لكم بصد الهجوم بين الحين والآخر لميليشيا الحوثي على مواقعكم؟ بالنسبة للشباب المقاومة كأفراد المقاومة في تعز تمتلك الأفراد وتمتلك السلاح المتوسط والخفيف
هناك نقص بالسلاح الثقيل، الطب للموازي او الاقل قليلا من السلاح الثقيل للعدو المتمركز في التباب والبلال المحيطه على المدينه حوالي المدينه، لا ينقصنا الا الذخائر وبعض الاسلحه الثقيله، ومستعدون ان نحاصر هذه العصابه بل نطردهم. اليوم مجموعه بسيطه من الشباب استطعنا ان نزل على مواقع كثيره منهم حتى انهم اخرجوا الجثث بعد ساعتين تقريبا. لدينا اليوم عدد 7 من الجرحى، 2 منهم حالتهم خطيره، نحن بحاجه الى ذخائر وتصاريف للشباب الجيش والامن الوطني، ومستعدين نعيش رمضان المبارك الا في مدينه ايد ان شاء الله. سيد شوقي، هل لديك أي معلومات عن الانفجار الذي حدث منذ ساعات في مدينة النشمة؟ هل اتضح سبب الانفجار؟ هناك معلومات تشير إلى حصول الانفجار، لكن لم نعلم عن تفاصيل هذا الانفجار. نعم، إذن السيد شوقي المخلافي القيادي في المقاومة في تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، استهدفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مدينة مأرب بقصف صاروخي من مواقع تمركزها في مديرية صرواح غربي المحافظة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا أطلقت صاروخين من طراز كاتيوشا على المدينة ولم تسجل أي أضرار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيا المدينة بقصف صاروخي منذ قرابة 3 أسابيع. وفي الجوف، قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في المحافظة عبد الله الأشرف إن المواجهات مع ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال مستمرة. وأوضح الأشرف في تصريح لقناة بلقيس أن المواجهات تتركز في مناطق الغيل والمتون والمصلوب وصابرين والعقبة. وأضاف أن معارك الساعات الماضية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشيا وأسر 25 آخرين، مؤكدا قيام قوات الجيش بمحاصرة مجاميع كبيرة في مركز مديرية الغيل. وفي صنعاء، قال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الشندقي لقناة بلقيس إن المواجهات لا تزال مستمرة وتتركز في مناطق عدة بحار بنهم شرقي العاصمة. المواجهة تعود إلى الواجهة مجددا في نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث لا زالت الاشتباكات التي اندلعت أمس الأول متواصلة بين قوات الجيش الوطني المدعوم برجال المقاومة الشعبية من جهة والميليشيا من جهة أخرى. وأفاد الناطق باسم المقاومة في صنعاء عبد الله الشندقي بمقتل 22 من الميليشيا ومقتل جندي وإصابة 2 آخرين من قوات الجيش الوطني التي تمكنت من السيطرة على مواقع مهمة في آل عامر والضبيعة والذراع ونمل وحريب نهم، وذلك ردا على خروقات الميليشيا على حد تعبير الناطق الرسمي. مصادر عسكرية أفادت بأن هذا التقدم جاء بعد صبر طويل من قوات الجيش على خروقات الميليشيا التي لم تبدي التزاما باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، تقدم جعل قوات الجيش على مشارف العاصمة صنعاء، الأمر الذي من شأنه التسهيل من مهمة السيطرة عليها في حال تعذر الحل السياسي، وتم التوجه نحو الخيار العسكري لحسم المعركة كما يرى البعض. في الضالع، تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها باستهداف مواقع الجيش والمقاومة شمال وغربي المحافظة. وفي ظل استمرار القتال، إلا أن السكان يحاولون التكيف من خلال ممارسة حياتهم الاعتيادية. مراسلنا محمد المريسي والمزيد من التفاصيل. على الرغم من كل ما تسعى إليه الميليشيا من محاولة لإفساد الحياة وإيقاف دورتها، إلا أنها تفشل من مرة إلى أخرى، هنا بعد إن قصفت القرى وقادت حربها ضد أبنائها. هنا في قلب منطقة مريس تختتم فعالية دور الصمود نسبة إلى صمود المنطقة وبإشراف من المقاومة الشعبية التي تسعى محاولة تطبيع الحياة بعد إن كدرتها ميليشيات الحوثي
وقوات الرئيس المخلوع منذ شهور بأخبار الحرب والقصف والدمار. استطعنا وبفضل الله تعالى أقمنا هذا الدوري وبإشراف من المقاومة وبتعاون الجميع في أبناء منطقة مريس. الدوري هذا صمود ورياضة، يعني جزء من أوقاتنا في الجبهات والنصف الآخر في الرياضة. صورة أخرى تعكسها هذه اللحظات إذ توحي بالاستمرار والتحدي في مواجهة مشروع الميليشيا الإنقلابي مهما تنوعت أساليب الخراب والتدمير، حيث اتخذ الشباب من الأحداث التي تعيشها البلاد ومنطقتهم خاصة أسماء لفرقهم المشاركة كالصمود والأمل والحزم، كما جرى تكريم المشاركين في أجواء مفعمة بالروح الرياضية العالية وبالطموح بالخروج من دوامة الاقتتال لمواصلة الحياة على هذا النحو الذي يكسر جمود الواقع منذ سنة تقريبا. أقمنا أيضا بطولة لذكرى شهدائنا. هناك من استشهد كان يلعب كرة القدم وكان يلعب على هذا الملعب وغير الملاعب. بهذه الروح الشبابية استطاع هؤلاء الشباب كسر أجواء الحرب المخيمة على هذه المنطقة، فأثبتوا أن الحياة وطموحاتهم لا يمكن أن تخضع لمشروع الإنقلابيين. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع. في عدن نجا مسؤول في الشرطة من حادثة اغتيال إثر تفجير استهدف سيارته بالمدينة. وقالت مصادر إعلامية أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدير شرطة البريقة العقيد خالد العلواني أثناء توقفها أمام منزله في منطقة السيكلاس بالمديرية، وتسبب الانفجار بأضرار مادية فيما نجا المسؤول ولم يسجل سقوط الضحايا. قالت قيادة السلطة المحلية في لحج إن 5 أفراد استشهدوا وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة جراء قصف لطائرة مجهولة على منزل في المحافظة. وقال بيان للسلطة المحلية أنها تابعت التطور الخطير في المحافظة والذي تمثل بقصف طائرة مجهولة لعدد من الأماكن في الحوطة وتبن ويافع، راح ضحيته أسرة المواطن جميل أحمد هواش في منطقة المحلة بتبن. وأشار البيان إلى أن هنالك من يريد إرباك الوضع في لحج وإعادته إلى المربع الأول بعد أن تم تحقيق تقدم أمني كبير. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لحج مدير مكتب المحافظة صالح أبو سهيل. مرحبا بك سيد صالح، وبداية ما هي طبيعة المكان الذي تعرض للقصف؟ هل هو منطقة عسكرية أم منطقة مدنية؟ هل يوجد فيه عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة؟ نعم، صدى فجر اليوم يعني هناك عدد من قارات طيران استهدفت طبعا مواقع للمتطرفين وتنظيم القاعده في مختلف قرى محافظه لاحج، وكان احد المواقع هذه القريه من اسره تم قصفها ادت الى مقتل 6 افراد من اسره واحده و4 جرحى في منطقه المحله قريب من العاصمه الحوطه. المواقع الاخرى تقريبا المستهدفه هي 6، كانت لا يوجد في اضرار بشريه بل هناك تدمير عدد من المسجلات الخاصه بتنظيم القاعده خاصه في مصنع لتنقيه المياه على بعد 3 كيلو من الحوطه لاحق. كذلك استهدف موقع في جبل العر يافع 90 كيلو من الحوطه. هذا العمل المحافظه قام بزياره الجرحى اليوم الى المستشفى وهم 4 لتطمئن على حالتهم. وبصوره عامه هذه مطارات القاعده وقوات التحالف تقوم بهذه العمليات المتكرره من طرف القاعده وبالتنسيق طبعا مع السلطه المحليه وخاصه على الارض. ولكن ما حدث اليوم هو طيران مغير فجر اليوم بصوره مفاجئه، لم تكن للسلطه المحليه اي درايه بما هذه الاحداث. نعم سيد صالح، هل اتضحت الى حد الان هويه الطائره التي قامت بالقصف والجهه التي تقف وراء العمليه؟ عادة نحن نبلغ عملية التحالف على هذه الأحداث طبعا نحن تحت
يعني سيطرة قوات التحالف في هذه المنطقة، في هذه التحالفين المسؤول الأول عن الحماية الجوية للأرض، وبالتالي احنا أبلغناهم على هذه الأحداث، وهم بدورهم تأسفوا على هذا الحدث وأبلغونا عن أسفهم العظيم بأنهم يعني على أنهم قادرين على أنهم بضم بمعركة الجرحى وكذلك تقتل الضحايا التي حدثت هذا اليوم. نعم، بعد زيارة المحافظ للمكان أطلق مناشدة، هل هنالك أي رد فعل لهذه المناشدة أو أي تجاوب؟ طبعا في الأسبوع الماضي احنا وجهنا بشكل رسمي إلى قيادة قوات التحالف على إجراء تنسيق واضح في محاربة تنظيم القاعدة على تنظيم الخطر في هذه المحافظة، بعد تقدم كبير لقواتنا على الأرض في السيطرة على كثير من القرى والمناطق وكذلك القبض على عدد لا بأس به من تنظيم القاعدة في هذه المدينة، وذلك من خلال استخدام القوى على الأرض، ولكن باستخدام طيران كانت هذه النتيجة يعني السلبية، وبالأدى إلى مقتل أسرة كاملة بينهم أطفال. نعم، إذن سيد صالح أبو سهيل مدير مكتب محافظ محافظة لحج، شكرا جزيلا لك. وإلى حضرموت، حيث يمثل اللواء 27 ميكا في مدينة المكلا واحدا من أكبر معسكرات الجيش في المحافظة واليمن عموما. تعرض هذا المعسكر خلال اقتحامه من قبل تنظيم القاعدة العام الماضي للنهب والتدمير. كاميرا قناة بلقيس زارت المعسكر ووثقت حجم الدمار الذي تعرض له. اللواء الثامن أو ما يعرف حاليا باللواء 27 ميكا، اليد الضاربة للجيش في حضرموت والمكلفة بحماية سواحل البلاد الشرقية، بات اليوم في قبضة الجيش الوطني وقوات النخبة الحضرمية بعد إنهاء سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة عليه، وهي السيطرة التي لا تزال تحمل الكثير من التساؤلات. فاللواء الضارب المتمركز شرقي المكلا كان بمثابة فيلق عسكري يضم أكثر من 10,000 مقاتل ويحوي أكبر مخازن السلاح وأحدث أنواع الترسانة العسكرية التي كان الجيش يمتلكها، ورغم كل هذا لم يستطع أن يصمد أمام العشرات من مسلحي أنصار الشريعة ليسلم المعسكر لهم بكل ما فيه دون طلقة رصاص واحدة. أو هكذا أراد مخرج سيناريو فيلم سقوط المكلا حينها أن يبدو عليه المشهد. معسكر يملك اللواء 27 ميكانيكي، وهو لواء كبير في أكثر من 10 كتائب، يمتلك عدد من الأسلحة والمدافع والدبابات وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو القوة الدفاعية كان على المكلا بشكل عام، وسلم ونهب جميع محتويات هذا المعسكر. وكما ترون الآن هذه المباني هدمت، الأخشاب وقعت، الأبواب تم بيعها، خطوط الكهرباء نهبت، الكيبلات سرقت. فمن الذي احتل الموقع هي عصابة هدفها تدمير كل شيء جميل في البلاد. يتحول المعسكر بعدها لموقع لتصنيع المفخخات والعبوات الناسفة، حيث أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية عن اكتشافها لأحد أكبر معامل القاعدة المتخصصة في صناعة المفخخات في داخل المعسكر. الآن نحن داخل معسكر 27 في منطقة الريان، وقد نقوم الآن بتنشيط المنطقة من الألغام والمفخخات التي حطوها عناصر القاعدة، والآن في مواقع أخرى في أحواش خارج على خط المكلة نقوم بتفتيشها، وجدنا بعض الألغام والمفخخات داخل الأحواش التي على الشارع خط المكلة. واليوم وبعد سيطرة قوات النخبة الحضرمية عليه، لم يعد يبقى من ذلك المعسكر العملاق سوى مباني مهدمة ومخازن أسلحة فارقة وبضع آليات عسكرية صدئة ومعطلة وكميات هائلة من الألقام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلح القاعدة قبل هروبهم. كانت هذه المخازن قبل سيطرة تنظيم القاعدة عليها واحدة من أكبر مخازن السلاح في حضرموت وربما في الجمهورية كاملا، أما اليوم لم يعد يتبقى منها سوى هذه الذخائر القديمة والبالية التي عفى عليها الزمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، اللواء 27 المكلا.
قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن جوازات السفر ستتوفر قريبا في عدن والمدن الأخرى لكل المواطنين الراغبين في استخراج جوازات سفر. وأشار المخلافي إلى أن الجوازات ستتوفر بداية في سفارة اليمن بالرياض، ثم السفارات اليمنية بدول الخليج العربي وكل السفارات التي تملك صلاحية صرف الجوازات. ونوه وزير الخارجية إلى أن هنالك اتفاقا مع السعودية لضمان منح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين ممن لديهم جواز وعمل. محادثات في الكويت في 18 أبريل الحالي بعد أيام لكي نصل إلى سلام. حثت منظمة أطباء بلا حدود جميع الأطراف في اليمن إلى اتخاذ خطوات تسهم في إنهاء معاناة المدنيين. وأكدت المنظمة الدولية أهمية الحفاظ على سلامة المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي وإعطائهم الفرصة لأداء عملهم بشكل فعال وآمن. ودعت أطباء بلا حدود المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، لأن الاحتياجات في اليمن كبيرة والكوادر الطبية تواجه نقصا حادا في المستلزمات. إلى محافظة عمران، حيث يعاني الآلاف من النازحين أوضاعا إنسانية صعبة، وهذا وانضمت خلال الأسابيع الماضية إلى مخيمات النزوح مئات الأسر المتضررة جراء الفيضانات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. عمران كباقي محافظات الجمهورية تفتقر لأبسط الخدمات وضاعفت الحرب من معاناة مواطنيها، إلا أنها بالرغم من هذا كانت مأوى لآلاف النازحين الذين اضطرتهم حروب الميليشيا لترك منازلهم، خاصة أولئك القادمين من محافظتي الصعدة وحجة. 34 ألف نازح هم من قدموا إلى مديريات عمران وريدة وخمر وجبل عيال يزيد بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين بالمحافظة، ليضاف إليهم 3000 ممن نزحوا داخليا بسبب السيول التي اجتاحت مناطق عديدة قبل أكثر من شهر وتسببت بدمار العديد من المنازل والممتلكات. كثيرة هي المنظمات كما هي حاجات النازحين، إلا أن جهودهم الإغاثية إما أن تعرقل بسبب استيلاء نافذين عليها وهيمنتهم على توزيعها، أو في حال وصلت فإنها بحسب المواطنين لا تكفيهم، لتزيد الحاجة والإهمال من صعوبة رحلتهم للبحث عن المأوى. قال وزير المالية السابق صخر الوجيه إن الانهيار الحاصل للاقتصاد سببه قيام الميليشيا بسحب الاحتياطي على المكشوف دون وجود غطاء من المنتجات أو الإيرادات بالعملة الصعبة. وأضاف الوجيه في تصريح لقناة بلقيس إن تلك الممارسات أدت إلى هروب رؤوس الأموال واستنزاف الاحتياطي من البنك المركزي. أولاً الانهيار الاقتصادي في ظل الانقلاب من قبل الحوثيين ومن قبل المخلوع صالح كان متوقع، على اعتبار أنهم لم يراعوا أي جانب من الجوانب الاقتصادية. الإيرادات تقريبا نقصت، لدينا إيرادات النفط انعدمت تماما، تحويلات المغتربين قلت، رؤوس الأموال هربت من اليمن نتيجة الانقلاب، وبالتالي هذا أدى إلى استنزاف الاحتياطي من البنك المركزي، مما أدى أن يسحبوا على المكشوف، أي يسحبوا عملة دون أن يواجهها غطاء سواء من المنتجات أو من الإيرادات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تضخم كبير، انهيار العملة، انعكس هذا على الأسعار وبالتالي انعكس على حياة المواطنين. تواجه هيئة المواصفات والمقاييس في عدن تحديات كبيرة جراء افتقارها للأدوات الخاصة بالعمل. ويعمل مكتب الهيئة في ميناء الحاويات بعدن في ظروف صعبة على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به لخدمة المواطنين. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلتنا مروى العزاني. ميناء المنطقة الحرة أحد أهم موارد البلاد المالية، تحط فيه كثير من الحاويات من مختلف الدول لتزود السوق بمختلف البضائع الصناعية والغذائية.
والتي يفترض ألا تصل إلى المستهلك إلا بعد أن تعرض على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. أما إذا كانت المنتجات ظهر فيها شك ظاهري أو تلف ظاهري، فهنا تحجز الشحنة في الميناء وتخضع للفحص وتظل الشحنة محجوزة إلى ظهور نتيجة الفحص. عند زيارتنا لإدارة الهيئة في المنطقة الحرة، وجدنا هذا المبنى لا يزيد عن 3 غرف متداخلة ببعضها البعض، لتشكو من زحمة المعاملات ولا تجد فرصة لالتقاط أنفاسك فيها، حيث يمتد الازدحام ليطال المساحة الخاصة بالحاويات التي باتت تشكو هي أيضا تزايد أعداد الحاويات فيها. مكان هذه المساحة قد يوصل أنه بعض أوقات الحاويات ما بيحصل مكان فاضي أنه تدخل، وبالتالي هذا عائق بيكون على المستورد نفسه. وبرغم أهمية عمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالنسبة لسلامة المواطن والسوق أيضا، إلا أنها الأخرى تشكو العديد من المعوقات التي قد تحد من إنتاجية العمل. بعد الحرب تم تدمير البنية التحتية للفرع بشكل عام، والمختبرات جزء من أساس الفرع. يوميا يتوافد هنا التجار والعاملون في مجال التخليص الجمركي، وبالرغم من جميع المعوقات إلا أن الجميع يعمل جاهدا لمحاولة الدفع بالحركة الاقتصادية إلى الأمام. مثلا إدارة المواصفات والمقاييس زي ما شفتوها إدارة ضيقة صغيرة، ما توجد المختبرات اللي تتطلب السرعة مش موجودة فيها. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعتبر الخط الدفاعي للمستهلك. مع ازدحام الحاويات في المنطقة الحرة يزداد الاحتياج لإمكانيات آمنة لسلامة المنتج ليصل من هنا إلى المواطن. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن. إلى سقطرى، حيث أنهى 16 فريقا رياضيا مشاركا في بطولة سقطرى دوري المحافظة، وتوج فريق شباب الشرق بكأس البطولة إثر فوزه على نظيره منتخب القدس ب5 أهداف لـ4. وشهدت البطولة التي أقيمت في ملعب الفقيد سعد سالمين تفاعلا جماهيريا كثيفا وصف بأنه الأكبر منذ أعوام. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن اليمن، ووفد الميليشيا يعلق مشاركته في لجنة التهدئة بالمشاورات. انفجار في مدينة النشمة بتعز، والجيش والمقاومة يصدان هجوما للميليشيا في شارع الأربعين. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في قصف جوي بمحافظة لحج. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني، ويمكنكم التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تغطيتنا الإخبارية من بلقيس مستمرة، فخليكم معنا.